أكد مجلس السيادة الانتقالية في السودان أن الحكومة سترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة دون تحديد موعد لذلك. وفي بيان له أكد مجلس السيادة السوداني أن ذلك يأتي بناء على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بياريلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة. ومن جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن شكره لمصر قيادة وشعبا على وقوفها بجانب السودان واستضافتها للسودانيين الذين لجأوا إليها. كما وجه البرهان الشكر للإعلام المصري على مهنيته و في تناولين للوضع في السودان وتغطيته للأحداث بكل تجرد وشفافية.